أما هلأ سلمى بننتقل لمحطتنا التالية ولعالم التعليم، لصبية اليوم كسرت القواعد التعليم التقليدية اللي بنشوفها لكل الأنساب أو المباشرة، وحولت القاعة الصيفية لقاعة تفاعلية لترسيخ المعلومات لكن بطريقة تفاعلية مختلفة. خلونا نتعرف كيف، وفعليا اليوم الطالب عم يحب التعليم التفاعلي أكثر من التعليم فينا نقول النظري، لأنه اليوم مع تطور العلم والتكنولوجيا جزء كتير كبير من التعليم التفاعلي عم يدخل بمجال التعليم. ونحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الأستاذة بارعة مسرابي، مدرسة علوم علم أحياء. يسعد صباحك. صباح أهلا وسهلا فيك. يا صباح الخير. يسعد أوقاتكم. أهلا بكل مين عم يتابعنا على شاشة الإخبارية السورية. أهلا وسهلا. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك أستاذة بارعة. خلينا نبلش مع التجربة اللي بلشتي فيها، يعني كتير أساتذة بيعتمدوا أسلوب إعطاء المنهج مثل ما هو، وسائل شرح بسيطة ممكن تكون مرفقة أساساً ضمن الكتب من شروحات، وخصوصاً بمادة علم الأحياء، ولكن تحويل الدرس إلى تفاعلي 100% هي يمكن وسيلة صعبة كتير، ولكن هي أيضاً بتعطي نتائج أكبر. خلينا نحكي عن الدور التفاعلي اللي بلشتي تشتغلي فيه مع طلابنا. هلأ بالبداية وقبل كل شيء، أنا وقت بدخل الغرفة الصفية ما بشوف أمامي طلاب ممكن يكون بعمر 16 أو 17 عام، أنا بشوف فيهم بنات المستقبل. بشوف فيهم الفيزيائي، الكيميائي، الطبيب، المهندس، الصيدلانية، فأنا بعد حالي شريكة حقيقية للأبوين في بناء الطلبة، في تربية الطلبة، في بناء شخوصهم فكرياً، علمياً، اجتماعياً. هذا الشيء، هالرؤية ما بتتحقق وما بتتم غير إذا إلا إذا كان التعليم تفاعلي. فهذا اللي بيدفعني إنه اتبع هذا المنهج وهذا الأسلوب لحقيق هالرؤية هي. فأنا مو بس أملكهم المعلومة، أملكهم مهارات الحياة، أملكهم طريقة البحث العلمي. صحيح. ابتداء ومهارات التفكير، ابتداء من الملاحظة للتحليل للاستنتاج. فهذا الشيء بيتحقق من خلال التعليم التفاعلي. بس قديش فعليا بتلاقي عند الطالب هذا الشيء محبب؟ قديش فعليا بيأثر بترسيخ المعلومة بطريقة التعليم؟ كلياتنا لما كنا صغار يعني بتلاقي مثلا ما كتير بيحب المدرسة، بس لما يكون في موضوع فيه لعب وتفاعل بتلاقينا راكدين بشغف، عم نحاول نتعلم، عم نحاول نستفسر شو هاي الأشياء. فهي جزء كتير أساسي اليوم بالتعليم التفاعلي. قديش له تأثير نسبي من خلال طريقتك أو تفاعل المستمر مع الطلاب؟ حتى بتكسر القاعدة لما نقول أنسة وطالب عم تكون في شراكة. أكيد. جزئية. ما هو التعليم التفاعلي يبدأ على مبدأ التشاركية. يعني ما هو أسلوب معقد ممكن إنه يظنوا بعض الأساتذة، لا، هو أسلوب تفاعلي بيشارك فيه الطلاب ضمن بفكرة تربوية ضمن الصف، ولكن على المعلم أن يكون على دراية ودراسة بأنظمة بالأنظمة العقلية لدى الطلبة. يعني مثلا الطلاب تختلف بأنظمتها العقلية، فتختلف الأساليب المتبعة بالتعامل معها. في عندك طلبة مثلا نظام العقلي بصري، بيلفت نظره الصور، الأشكال. صحيح. بتلفت نظره تعابير الوجه، حركات اليدين، حركات الجسد. صحيح. بيحب يكون قائد، بيحب يشاركك أثناء الحصة الدرسية، فلازم انتبه وراعي هالأمور. في طلاب تحسيها لا، نظامها سمعي، تنتبه لنبرات الصوت، الألفاظ، الكلمات اللي انت عم تحكيها، بارعة بالاختبارات الشفوية، أفكارها مرتبة ومسلسلة. تمام. فهذا الشيء أنا لازم كمان أخذه بعين الاعتبار. في النظام الحسي يلي هاد بحب يكون قريب من الأشياء، بتحفزي طاقاته وقت مثلا طالبة تمسحي على شعرها أو بتحطي إيدك على كتفها، بتحسي أنه طلعتي، بدها تحاول تشارك معك وتتفاعل معك. فالأستاذ يكون على دراية بهالأنظمة هي، بينوع بأساليبه، فما لازم يكون في أسلوب محدد أو نمط محدد يتبعه خلال الصف. صحيح. لا، لازم ينوع من خلال قصة ممكن يحكيها، حالة مرضية ممكن يعرضها أمام الطلبة، ممكن من خلال النزول إلى المخبر، تغيير البيئة الصفية.
فبعدة أساليب ممكن يتم هذا صحيح. الأسلوب. كنا عم نحكي تحت الهواء انه بكل مدرسه في مخبر في مكتبه، بس كان يمكن تفعيل دور المخبر بسيط. اليوم قديش مهم تفعيل دور هدول القصص عند الطلاب؟ عم نحكي يمكن كلياتنا مرينا بتجربه مخبريه واحده هي حبات العدس والمي، يعني انت لا يمكن كسرتي القواعد شوي، عم تحاولي تعملي تفاعلي بشكل كثير كبير، التعليم التفاعلي لكل يمكن فينا نقول معلومه بعلم الاحياء. تمام، مثل ما لاحظنا خلال هذا التعليم التفاعلي بيكون الطالب شريك حقيقي في المسيرة الدرسية. تمام، عم يحس حاله انه هو عم يقوم بدور العالم، عم يقوم بدور الطبيب، عم يقوم بدور المدرس، فبيكون شريك حقيقي باعطاء المادة، فهذا عم يعطي متعة للدرس وللعملية التدريسية. مثل ما شفنا كيف كانوا مستمتعين أثناء قياس الضغط، هو قياس الضغط هو عبارة عن مثال من الأمثلة اللي كانت خلال العام الدراسي. طبعا هلأ وقت عم نحكي عن تطبيق التعليم التفاعلي مع الطلاب، تمام، فممكن انه نحكي عن الطالب لدى الطلاب مهارات مختلفة. صحيح، ممكن انا استغل مهارات الطلبة المختلفة لحتى نخلق جو تفاعلي بقلب الصف. يعني باختلاف مهارات الطلاب، فبتلاقي طلاب مثلا ادخلت او تجربتها نظام أو سلوك المناظرات خلال الغرفة الصفية. صحيح، هذا الأسلوب علم الطلاب طريقة جميلة بالحوار، شارك مجموعة كبيرة من الطلاب لتتفاعل مع بعضها، وأطفى جو من الحيوية على الصف. ممكن بعض الطلاب لا ترتقي أنه أنا ممكن أكون مثلا ادخل ما امتلكه من تقنيات بالحاسوب وصمم درس واعرضه امام الطلبه. وهذا اللي كان بدي اسالك عنه، يعني اليوم كمان نحن عم نخاطب جيل مختلف شوي عن الاجيال السابقه، التكنولوجيا اللي موجوده بين ايدين الطلاب منحتهم احيانا يشوفوا ويتفرجوا على تجارب موجوده، فبالتالي ممكن هو يقدم لك مساعده احيانا بعض الطلاب بابتكار افكار تعليميه. قد ايه عم بتشوفي هلا حاليا هذا الشيء موجود؟ يمكن عم نشوف تجربه ايضا من التجارب اللي هي النقل القفزي، خلينا نحكي عن بعض التجارب اللي ساهم بافكار طلاب ايضا. تمام، فمثل ما حكينا هالطلاب اللي عندها معرفه بتقنيات الحاسوب انا نميتها وطورتها استغلتيها استخدمتيها بطريقه، مو بس هيك طورتها بزيارات لمركز تطوير المناهج باستخدام الوسائل الحديثه الموجوده بالمركز، كمركز مثلا محطه ثلاثيه الابعاد او برنامج الايون اكس ار لتصميم برامج ولتصميم دروس تعليميه تسري المحتوى الالكتروني. هذه الدروس من خلالها بيتعلم الطالب ذاتيا ضمن بيئه افتراضيه، فهالمجموعة من الطلاب وخلال زيارات دورية ومتكررة لهذا المركز أثروا هذا المحتوى الإلكتروني اللي صار موجود وبيشوفوه بقية زملائهم ببقية المدارس. فممكن حكينا هذا كله عم يحفز طاقات الطلاب ويخرج ما لديهم من مكنونات. طيب خليني أسألك أستاذة بارعة، شو اللي بيحفزك أنت لتبذلي مجهود مضاعف كمعلمة لتعلمي الطلاب بطريقة مختلفة تفاعلية؟ هذا يمكن نحس بالمسؤولية ما بنشوفه عند كثير من الأساتذة، لأنه هو أساساً بده منك مجهود مضاعف، بده منك تحضير ووقت أساساً حتى بالبيت، يعني نحن ما عم نحكي عن الصف، كل هذا بده أساساً مجهود إضافي لوقتك أنت. تمام، مثل ما حكيت سابقاً رؤيتي لهذا الطالب أنا وقت بشوف فيه أنه شريك في بناء هذا المستقبل، أنا رح تكون تعاملي معه مختلف، رح استغل كل دقيقة بالصف لأصنع منه إنسان فاعل. تمام، فأكيد الإخلاص بالعمل
أكيد التفاني بالعمل، ولكن رؤيتي لهذا الطالب بما أني شريكة حقيقية للأبوين في تربية هذا الطالب، فهذا اللي بيدفعني لهذا الجهد المضاعف لهذا التعب الإضافي اللي عم بقوم فيه بالبيت بصنع المعلومة. أكيد يعني نحن بدنا نتشكرك أستاذة بارعة، نحن فخورين فيك اليوم وبجهودك، وبنتمنى كثير نشوف مثل حضرتك بمدارسنا، لأنه هذا الشيء أكيد مثل ما قلتي ببداية حديثك حيكون مشروع لطلاب ناجحين بالحياة الأكاديمية فيما أكيد. بعد شكراً لك. بحب بنهاية حديثي قول هالأنشطة التفاعلية ما بتاخذ شيء من ما بتأثر على الخطة الدرسية. يعني اقتطاع 5 دقائق ببداية كل درس، اطلق فيها مبادرة، طلع فيها ما بالطالب من قدرات من مكنونات، كمبادرة مثلا نحو أفق أرحب يلي بتحط الطالب على القراءة، وخلال 5 دقائق أو دقيقتين بيقوم بالطالب بيعرض أمام زملائه ما قرأ من كتاب بتفكير ناقد، ممكن بمبادرة خلال 5 دقائق أنا مبدع أنا مبتكر يعرض لوحة رسمها، مقطوعة شعرية كتبها أو نثر، ممكن بهالمبادرة 5 دقائق يحكي عن شخصية وطنية كان لها الأثر ببناء المجتمع، فهال5 دقائق لها أثر تراكمي صحيح على مدار العام، وهي بتخرج الطالب من روتينه، بتخليه ينتظر الحصة الدرسية، تجعل التعليم أكثر متعة أكثر سلاسة، وبتهيئه لدخول الدرس بارتياح. أكيد نتشكرك جزيل الشكر بالختام، وأكيد نتمنى لك التوفيق. شكرا كثير لك. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. يعطيكي ألف عافية.